من ضمن ايه تاني العلامات الخطر اللي انا لازم اقف رجليا تكلبش في الارض واقول لا انا مش مكمله؟ ان هو لسه داخل حياتك مثلا يحاول يتخطى حدودك. حدودك دي مش شرط تكون حاجه في العلاقه اساسا، او مش شرط تكون حاجه كبيره، بس مثلا انت قلتي له انا بنام الساعه 10 مثلا، فهو يقوم يتصل بيكي الساعه 11. هو خلي بالك الشخص التوكسيك ده بيجس نبض دايما، يعني بيشوف اللي قدامه اخرها ايه في الاذى، انا هاذيها قد ايه وهتسامح. ساتر يا رب. لمنع بيتك يا رب علينا. بيشوف انت هتعدي له قد ايه، يعني حتى لما بيجي يخون مثلا هو مش هيخون مره واحده، هو وانت معاه هيبدا يبص على البنات حواليكي، فلو زعلتي شويه بس اتصالحتي كمان 5 دقايق هيبدا ياخد المرحله اللي بعدها. يعني بحس الست بتشاركه في انها تتغافل قوي. طيب يبقى احنا قبل ما نقفل ملف الراجل، يعني الحاجات اللي احنا بنشوفها في الراجل اللي انا مرتبطه بيه، سواء راجل بخيل، راجل استغلالي، راجل بيمثل، لما بلاقيه بكل ساعه بحال، النهارده معايا بحال، بكره بحال، فده راجل بيحب يلبس ماسكات كتير. فالراجل اللي بيمثل ده برضو من اصعب الرجاله، اللي مش هتعرفي ان تمثلي كل يوم عشان تكملي بقيه المسرحيه. حاجات كتير قوي اللي احنا سمعناها دلوقتي، لو لقيتيها في الراجل كلبشي في الارض وقولي لا انا مش مكمله.